هل كود البناء السعودي بيحدد عدد المواقف داخل المنزل؟ 2 أو أكتر. كود البناء السعودي يا أخوانا يحدد الحد الأدنى من المتطلبات الفنية التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات، ولا يحد الكود من رغبات المالك للمبنى، دي رغبة داخلية للمالك، أو إبداعات المصمم، وده بيرجع لاشتراطات الأمانات في المناطق. يبقى الكود ما بيمنعش وجود مواقف سواء كان 2 أو 3 أو أكتر في المنزل. هل الكود بيمنع وجود موقف أو 2 أو 3؟ هو بيحدد اشتراطات الأمان والسلامة للمبنى، ولا يحد من إبداعات المصمم، وبالتالي هو مش بيحدد عدد المواقف داخل المنزل.